فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، اخر جزء من حصتنا اليوم باش نحكيو على مقابله الراجل الرياضي التونسي امل حمام سوسه. المقابله في لحظاتها الاخيره ما زالت ما وفيتش، التعادل السلبي حاليا دون اهداف. نجم نقول نتيجة مفاجئة. باش ناخذ وقت تفاصيل فنية بخصوص المقابلة هذه من عند اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي والمحلل الفني سامي العروسي. سامي أهلا بك. أهلا بك سامي، أهلا بجد المستمعين. مرحبا سامي. صعوبات كبيرة للترجي في الماتش نتاع اليوم، ما توقعناهاش هكا ولا؟ لا متوقع ليش؟ متوقع تقول لي خاطرك يهبط مرسول لسبيرونس بقيمة رصيد البشري نتاعو مع حمام سوسة، مع احترامي لها تقريبا اللي فيكتيف يفرق بين زوج جمعيات، تعادل مفاجئ بالنسبة لي أنا على الأقل. يمكن التعادل مفاجئ، لكن حمام سوسة جاي باش يلعب بالدفاع، ظاهر معناتها جاي باش يلعب على السر السر، وإذا كان نجح دفاعيا ونجح في البلوك با نتاعو دونك باش يكمل الطرح نتاعو 90 دقيقة في الصفر الصفر. والحاجه اللي ثانيه انه مبدئيا تويك عندنا صعوبات كبيره في الفريق، سيرتو في الهجوم، تطبيق تسليم الفرص، وهذا انا اللي خايف منه. معناتها اثنين، معناتها برشا مقابلات النتيجه متقا 1-0، يعني برشا مقابلات الترجي ما يلقاش حلول قدام، وهذا هو نوعيا تاع باش نحكيو فيه تويكا. معناتها الترجي التونسي قاعد يلعب، قاعد يخلق الفرص، قاعد ياخذ في اللعبه، قاعد يعمل في الجو نتاعو، قاعد يعمل في الاستحواذ المقابله، قاعد يسيطر، لكن تسييم الفرص هو اللي قاعد ناقصنا. معناتها خاطر احنا مرهونين في بونتو، بونتو ينجم يهزك تحل كيف هذيك هي المشكله، تحل العقده نتاع البونتو. عندنا مشكله القدام. ايدو نفهم من كلامك، ايدو ولا التنشيط الهجومي دونك، وفين الماتش حاليا 0-0 بين الترجي وامل حمام سوسه؟ المشكل في ايدو، مشكل تنشيط هجومي، مشكل تسرع كما قال جعايد الماتش اللي فات، شنو المشكل بالضبط في التسليم سامي؟ انا مانيش نكلف معناتها ولا نحط المشكل في لاعب برك، خاطر بالطبع خاطر اذا كان مركز افونسون تري مركز ريليور مركز للي مركز نوصلوا في الفوتبول المودرن، حتى الريال هو اللي مركز معناتها ينجم القرارير يحل لك المشكله، ولا في بولاريتي، ولا في كوره، في فراب، في كذا. يعني ما نجموش نحطوا المشكله في الاتاكون، علاش نحكيو معناتها اكثر بوضوح. الترجي التونسي يلعب لاتاك بلاسي، معناتها يلعب الكوره دي من تالي، تعمل السير نومبر نتاعك، تمشي واحده واحده، توصل للهجوم، تخلق الفرص معناتها عن طريق الزيلي نتاعك، ولا تخلق الفرص من كرات يعني عرضيه، ولا من كرات توصل للديزيمتر، تعمل السير نومبر، تعمل الانديفيليتي نتاع كلك نتاع ملاعب معناتها نتاع ملاعبين، لكن عندنا مشكل في تسليم الفرص. المشكل هذا لازم راضي جعايد يقرا له حسابه بالكدا بالكدا، على خاطر بيناتنا عندنا زوج فئات نتاع جمهور. ثم فئه تقول لك الترجي قاعده تلعب، الترجي قاعده تكور ونصبروا وحتى لين نلقاو الحل هذا العصفور النادر معناتها نحكيو عليه، ولا فون سونتر معناتها، ولا لي تروز فون سونتر القدام. ترى هذيك المشكله نتاعنا ناقصين ثلاثه المهاجمين القدام، يعني خاطر البيتور مش يدوبرك، يعني لازم يكون ليلي ولي ديزيلي معاه، خاطر فانجير يقول برشلونه في تنبك احسن واحد تلعب الكاب تروا تروا، خاطر عندها تروا بيتور، عندها ميسي وعندها نيمار وعندها سواريز، يعني لازم تخلق دي بيتور في الاكيب نتاعك. نلعبوا كوره صحيح، نخرجوا كوره نظيفه، قاعدين نكوروا، قاعدين نستحوذوا، لكن تسرعوا القدام ولي تروا بيتور نتاعنا ولا التسييم ماهوش موجود، قاعدين نلقاو فيه شويه بن رمضان، نقص شويه حتى بيناتنا، يعني كنا نستنى زاد باش يكون بوغرين باش يكون زاد بيتور، لكن قاعد شويه التالي قاعد ريجيسور ماهوش بيتور، يعني باش يجسم الفرص. الترازي ينقصها البلايلي، ينقصها بدري، ينقصها في كبكم. شكون سامي الملاعبين اللي خيبوا امالك في الماتش تاع اليوم، خاصة برشا ملاعبين خذوا الشانس نتاعهم اليوم؟ لا يعني كي تقول لعبة راهو تطبيق الكرة اللي تلعب فيها الترجي تويكا كفريق متكامل، كفريق قاعد يلعب، حتى انه الترجي ما تلقاش حتى شكون باش يعمل تغيير معناتها، فهمني ولا؟ يعني ليكيب الكولكتيف معناتها اللي حاشتنا به خروج الكرة ومن الدفاع للوسط وتوصل للهجوم قاعد موجود. اما هاي قلت لك التسييم تاع الفرص لازم خدمه في التمارين سامية، لازم تخلق دي جوار بيركيتو، معناتها لازم تخلق دي جوار كيما نقولوا احنا يعملوا الفارق، يعني ما عندكش جوار تعمل الفارق.
يعني تخلق دي جوار يعمل الفارق. هذيك هي الفوتبول مودرن. اذا كان وصلت الكوره انا قدام مرتاحه وصلت لك في ساقك، يلزم الان كونترا. اسمعني، الان كونترا تالي ولا بتفسخ ملاعب لازم تكون موجوده عندك. اذا كان ماهيش موجوده عندك صعيب باش بباس توا معناتها باش يعني تيميني ملاعبي، يلزم على الاقل القدام من تالي تنجم ما تاخذش الريسك وتنجم تكور وتنجم تخلق التريونجل نتاعك وتنجم تخلق السير نومبر وتنجم تستحفظ وتنجم تعمل البلوك نتاعك وتطلع البلوك نتاعك معاك. لكن القدام اذا كان ما عندكش شكون يعطيك الان كونترا وما عندكش شكون عنده الفراب وما عندكش لاتاكون انت اللي عاد تحطه على اليمين يكون اتاكون دانتيريور ويحطه يماركي كيما البلايلي، وما عندكش باش تحطه على اليسار كيما البدري ولا كيما معناتها ما نجوش اسامي كبيره، نجم اسامي في تونس ما نقولش يحكي على مبابي ويحكي على ميسي ويحكي، نحكي على ديبيتور في تونس. اذا كان ما عندكش جوارات هذوما معناتها راك اللي تعمل فيه صعيب. عندك فئه ثانيه راهي تستنى فيك في الدوره، عندك فئه ثانيه تحب الريزلتا، عندك فئه ثانيه ماهيش باش ترحمك تقول لك تعمل في كيب، ماهيش باش تخليك معناتها تلعب تخدم مرتاح، باش تخرج لك فئه وفئه، الفئه تقول لك انا نكاورو، انا الكره موجوده، ستيل موجود، قاعدين نخلقوا في الستيل نتاعنا، كل مره ندزوا جوار اللي ياخذ بلاصته يشد بلاصته. الميموني تبارك الله عليه معناتها دو ماتش مشى زعلان مشى لنا في الوسط معناتها بيفو سونتينيل لاريير بوش ولاريير دوا ان شاء الله يتحسنوا شويه معناتها بين تم الكونكيرونس بين شتى وبين بن حميده. اما انا قلت لك راهو بدون اهداف وبدون ما تربح راهو ديما عندك في ظهرك، عندك شكون باش يخرج لك النقاط الضعف نتاعك، وعندك شكون اللي باش يخليك تخدم، وعندك شكون باش يحطك تحت الضغط حتى في المقابله، يعني باش تلقى شكون حتى باش يوصل يسبك. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك سامي. تو ان شاء الله في مواعيد اخرى نحكيو باكثر تفاصيل على الترجي الرياضي التونسي. كنكملوا في البلاي اليوم، شكرا منال الساسي في الاخراج، محمود في الاخراج الرقمي، اجمل